هل يجوز للزوج دفع زكاة الحلي عن زوجته؟ وهل يجوز اشتراط ذلك في العقد؟ ليس على الزوج أن يدفع زكاة الحلي عن زوجته، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه، ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا زكى الزوج عنها من تلقاء نفسه، حينئذ تسقط الزكاة عنها مع تفويضها له بأدائها. وأما اشتراط أداء الزكاة عنها في حالة العقد فهو اشتراط باطل، لأن الشرط مجهول، والله أعلم.